أحييكم تحية رمزية وأحيي مسار شاعر إفريقي بارز وبول داكيو الأديبة والمناضلة والناشرة والفاعلة الثقافية المرموق الذي جاء تتويجه بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 12 بوصفه اعترافاً بما تمثله كتاباته من تجربة فنية استثنائية وحساسية فريدة في حقل الشعر الإفريقي الفرانكوفوني. La poésie est notre refuge. Elle est la maison de l'amour. Elle est la maison de l'espérance. Elle est un lieu de rêve et de vérité. Elle est un lieu de partage. Elle est un lieu de générosité. صحيح أن بول داكيو هو شاعر له حضور في المغرب، وزار المغرب وقرأ شعره في عدة محافل، لكن الانتفاع والقدرة على الإقناع التي جعلتنا ننحاز إلى هذا الاختيار هي تلك النابعة من أن الجائزة وفكرة الجائزة لا تقدم لشاعر فقط، ولكن لشاعر يعكس بقدر كبير من الشجاعة وبقدر كبير من القدرة. Mon corps de grand final à la nuit qui porte la lune, mon corps de rime flexible, mon corps de vague rebelle, mon corps de souffle debout sur la terre.